الأفيش دائما تمثال لسيدة العدالة لأوربان. أوربان؟ أوربان إيه؟ وفين التمثال ده؟ في محكمة بجمهورية التشيك. جمهورية التشيك؟ الله، دي الاشتغالة بقت أوروبية عالمية. الواد بيلاعبنا جامد، وهو بعتهن ليه؟ وإيه المغزى من الأفيش ده؟ العدالة اللي سيفها مكسور تبع عدالة معوقة. ويقصد مين بالسيف إن شاء الله؟ ده لغز الأفيش ده. شفتوا فندم، ما عنديش أي تفسير بصراحة. الموضوع كله غريب، وغريب كمان على مجتمعنا. الله ينور عليكم، ده حاجة تشرف بجد. محدش فاهم حاجة، يعني كلنا كده مش عارفين تجليات العبقري التافه اللي بيلعبنا ده. طب ما نشوف أساتذة في الفن التشكيلي، أو دكاترة نفسيين. المهم ان احنا مش لازم نفضل في الدوامة دي ونسيبه هو يشتغل براحته، لان هو ده اللي عايزه. الواد بيشتغلنا جامد، لازم نضغط عليه، لازم نحصره. ايوه، لازم يحس ان احنا طابقين فوق نفسه على طول، نحصره ونربكه عشان يغلط.